ويحرز الهدف الأول نوري كمل نمرة 10 نوري كمل 1-0 الأنصار. سلاحنا اخضر نضيف نضيف لطي صفحه الماضي المشؤوم اللي حصل بالبلد. اعتقد ان كل الشعب اللبناني مقاومين في سبيل الحريه والسياده والكرامه خصمي الحرب وخصم العنف، وبالتالي ان شاء الله نترجم هذه المحبه والوحده بين الشباب اللبناني بالجامعات والمدارس والشوارع. بالنهايه كلنا واحد، كلنا لبنان. هيك خلصنا حرب ورانا، تنافس نعم، ديمقراطيه نعم، بس مش قتال لصالح لبنان، كل لبنان. إياكم تغلطوا الغلطة اللي ارتكبها الجيل السابق، هالبلد بيسعنا بالنتيجة معنا هوية لبنانية وكنا سوا بدنا مصلحة هالبلد. هو منضبط الشارع عنا بشكل كتير ممتاز. رمزيتها خلصت الحرب، ما في حرب بقى. في الذكرى 35 لاندلاع حرب أهلية راح ضحياتها ما يقارب 120 ألف شخص. ارتأى السياسيون اللبنانيون أن يلعبوا مباراة كرة قدم فيما بينهم كرسالة وحدة وطنية من دون جمهور. لماذا كرة القدم؟ لماذا مباراة رياضية بشكل عام؟ لماذا هم اللاعبون؟ ولماذا من دون جمهور؟ أسئلة عديدة تطرح في شأن هذه البادرة، غير أن المؤكد أن في خلفية اتخاذ قرار كهذا ما يؤشر إلى علاقة ما بين الرياضة والسياسة. أن تولد وتعيش في جوني الكسروانية هو أن تسمع ثلاث حقائق خاصة بالمنطقة منذ الصغر. أولها أن المسيحيين لا ينجبون ما يكفي من الأولاد، والثانية أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات أراد في زمن مضى أن يمر من هنا ولكن خسئ، والثالثة أن في لبنان وعلى عكس الغالب من دول العالم كرة السلة لا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى فيه. لكن في الحقيقة الكسروانية الأخيرة ما يدعو إلى الاستغراب، فمع أن البيئة هنا تشجع على السير بروايات الفرادة اللبنانية في كثير من الأمور، غير أن الفرادة في الميل إلى كرة السلة استوقفتني. إلى قبلة كرة السلة اللبنانية كانت الوجهة. هنا في ملعب نادي غزير الرياضي صنعت هذه الرياضة في تسعينيات القرن المنصرم. واحد من أبرز صناعها لا يزال يحتل موقعه على قارعة الملعب، يرصد اللاعبين
والكرة وألقابا أحرزها. الباسكت كل عمره بلبنان لعبة، يعني قبل الحرب، قبل البطولة، وقت الحرب كانت مشهورة كثير بالجبال وبالضيع. يعني كل الضيع كانت تلعب باسكت، وأنا لأنه عشت هذه الظروف كلها كنا نروح نلعب بالزوق، بالتضامن، ببكفاية، بنادي العمل، ببيت شباب، بعين سعادة، ببيت مري، وبالمولة. يعني كل هالمناطق هذه كانت شعلانة باسكت بول، والعالم طبعا الملاعب كلها مليانة والناس تجي تشجع الباسكت. فاللعبة كمان لعبة هي أصلا السكند بيست من ناحية الجمهور عالميا. الذوق، بكفية، وعين سعادة، وبيت مري، كلها بلدات وقرى تشاطر جوني القناعة بالحقائق نفسها. هيصات البلدات والقرى هذه استوقفت رجلا يعلم جيدا كيف يوظف الفرح وكيف يخلق من التنافس مدخولا. قائد لاعبي الحكم في العصر الذهبي إليم شنتف كان من أوائل من تواصل معهم أنطوان الشويري في خصوص حلم لم يصدقه أحد. ليك أنا جيت من أبرز بوقت الحرب، يعني كان 89-90، تعرف آخر معركة صارت. فليت لعبت بأبرز فترة، بعدين رأيت الأوضاع بيجي بلعب مع العمل بكفاية. بعدين فجأة سمعت بأنطوان شويري وأنه في حلم عم ينبنى بنادي الحكمة فريق باسكتبول، مع أنه كنت ربحان أول لقب من 25 سنة مع نادي العمل بكفاية وقتها. بتذكر العذاب اللي تعذبني على صعيد منتخب أو كذا، كنا نتبهدل يعني من جميع الأصعدة، يعني إن كان تمويليا، إن كان مصاري، إن كان مشاركات، كنا نخسر كل شيء، ما كان في مصاري، كنا ناخد تيابنا. بتذكر طلعنا على سوريا بطولة أندية، بطولة منتخبات سنة 90، تلملوم وما حدا عنده تياب وكذا، تعتير مهم. بداية 93 بصير في لقاء مع أنطوان شويري، وباللقاء بالبيت عنده بعجلتون قال لي أنا عندي حلم كتير كبير لنادي الحكمة والباسكتبول بلبنان، وأنت بتكون على جنبي ومعي وحدي بهالمهمة، وأنا مش جاي أطلب منك تكون أنت، بكون ضمن هالمجموعة اللي بدها تكون. وفعلا ما أخذتني وقت كتير لأخذت قراري، لأنه من النهار اللي قعدت معه حسيت أنه في شيء. لا يختلف اثنان على دور أنطوان الشويري في إعادة اختراع اللعبة من جديد، من ملاعب الباطون إلى ملاعب الباركيه، ومن مدرجات تتسع لبضع عشرات إلى مدرجات كبيرة تليق بالنقل التلفزيوني وتغري المعلنين والمتمولين. كنا طالعين من الحلم، رئيس الشويري حب هاللعبة، يعني أنا كنت من أول الناس اللي فت معه بنادي الحكمة بفريق الباسكت. هو كان بحب الفوتبول اكيد، بحب نادي الحكمه ككل، بس بحب الفوتبول وبحب الباسكت. شايف هو هيدا الزلمه عنده نظره لبعدين كثير قويه. قائد لاعبي النادي الرياضي بيروت المنافس الالد للحكمه، كان لاعب حكمه طوال 4 سنوات قبل سنواته الثماني مع الرياضي، لم تفسد مباريات الدربي في حفظ حق الشويري عنده. بطولة آسيا أخذت معه من غزير للأشرفية المهرجان، العالم كله مسكر الطرقات، وأخذت معه ساعات ليوصلوا عليه. فعمل هو هالي إذا بدك للباسكت بلبنان ولنادي الحكمة، نعمل له هالي. ونفس الشيء الرياضي كمان، هالبطولات، البطولة آسيا وبطولة العالم كلهم كمان عملوا هالي. لدى لقائك أيقونات كرة السلة اللبنانية هؤلاء ينتابك بوضوح شعور بالنوستالجيا لمرحلة ذهبية مرت. لا أعلم إن كان الشعور هذا منطلقه أني كنت مع الحكمة وقت ذاك، طبعا
أن تكون مع الحكم أيام أمجادها لم يكن خياراً بل من طبيعة الأمور في جوني. منها توجهت للقاء أحد صناع تاريخ تلك المرحلة، مع أنه لم يأتي من جوني ولا لعب في فرق البلدات والقرى الكسروانية ولا المتنية قبيل احترافه اللعبة، إنه فادي الخطيب. تيرنينج بوينت كانت وقتها ربحنا بطولة آسيا، وهذا الفضل بيرجع أكيد لأنطوان شويري. يعني التغطية الإعلامية اللي صارت لهالحدث، التحضير العالم، التحضير لهالحدث قبل بوقت، كيف حمس العالم، كيف العالم كانت ناطرة. وبلاس من الصعب جدا تقدر تستضيف بطولتين آسيا ورا بعض بنفس البلد. أنطوان شويري عملها قد ما كان عنده رغبة إنه يكون عالم هالقد، شاف قد العالم انبسطت وشاف هالإنجاز شو عمل بلبنان، رجع استضافها السنة اللي بعدها. 96 قبل فينال بطولة عربية بنادي الكهرباء خسرنا، 98 لل 2004 ما تركنا لقب لا محلي ولا خارجي ولا على جميع الأصعدة. وبالعلامة الكل بيعرفوا سنة 99 كنا أول نادي من قارة آسيا بيشارك ببطولة العالم للأندية اللي هي صارت ماكدونالد بشو اسمه. أخذت اللعبة يعني حجمها شعبيا بشكل كتير كبير، والناس قدروا يعني انبسطوا إنه بلبنان في لعبة عم تعطي مردود، لأنه بالنهاية لبنان ولا مرة قدر يفوز بشيء عالمي أو عربي أو قاري بأي لعبة جماعية. هالقد كان يكمشني وأنا أمره عليه ويخبط فيه. تذكر كيف ولاده؟ تذكر أول ماتش كنا بالمدارس بعد مدارس سحكيان وطلع الحديد، طار الحديدات إجوا على الملعب وقفوا الماتش. على الحديدات هون اللي التنك تبع كنا قديش عمرنا صغار ما تقول الله لا شو مدارس هو حكمة أنا بر وأنا حسين لعب بطولة المدارس أقوى من بطولة مزبوط. لبنان كانت وكل سنة تصير مزبوط. شو تصير مزبوط. كبار ايه. وصغار صح. الله لا صغار ايه. ولا كبار ودارينا جيت احترقنا. مقابل الإنجازات في كرة السلة لا يستهل حديث في كرة القدم إلا بالتحسر. إليكم الحاج عدنان بكداش المعروف بعدنان الشرقي. هو ليس مجرد مدرب تاريخي لنادي الأنصار، بل أيقونة في كرة القدم اللبنانية تمثل نادياً ومنطقة وحقبة، أين كرة القدم من فورة كرة السلة. في واحد ذكي بيشتغل بالإعلانات شو اسمه؟ أنطوان شويري. أنطوان شويري هو من خلق هالفورة. لا شك النادي الرياضي ونادي الحكمة من الأول، ولكن يلي طلعها بسرعة الصاروخ الذهن التجاري الاستثماري تبع مين؟ طوان شويري. هذا السبب مو كبير خي سيطر، كان على الخليج كله مسيطر إعلانات كلها مزبوط ولا لا كل التلفزيونات كذا. بس وين المشكلة يلي صار؟ ما بنيوا النهضة على أسس. لو ضلت على أسس وراح الشويري ضلت ماشي الباسكتبول بنفس الانتشار. يصف الشرقي كرة السلة بالفورة العابرة، فيما كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على عكس أخبار الكسروانيين، وهو ما يوافقه عليه عضو الاتحاد اللبناني لكرة القدم سابقاً ومدير تحرير الصفحة الرياضية في جريدة السفير حاضراً يوسف برجاوي. طبعا مع احترامنا لكره السله ولعبه كره السله وجمهور كره السله، معلش هذا الكارير صغير هون بس لحاله اكبر ملعب كره السله. يعني لعبه كره السله لعبه استعراضيه ضمن حظوظ معينه، يعني اكبر مباراه بتجيب عليها 1500 2000 زلمه. طب هون بكاس اسيا بالتصفيات كاس العالم فاتت 300 ألف على الملعب باربع مباريات.
فريق الباسكتبول 5 لعيبة و20 متر و22 متر و12 لعيب كل الفريق وما تواخذني قاعدين بمنطقة هاي ويلي بيلعب الباسكتبول بتشتري له أمه الصباط ب 300 دولار وكذا غير الفوتبول الفوتبول عليه مصاريف هلا بتقولي طلعوا هلا شو بتقولي والله الباسكتبول انا بحب ناخذ بطوله العالم كلها الباسكتبول شو بتقولي فريق خمسه اربعه منهم هذا مجنس وهداك ما بعرف كيف لاعب وهداك اجنبي وهداك ما بعرف شو طب اعمل خمس لعيبه اجانب بالفوتبول بالفريق شو بصيروا جاوبنا جاوبنا لا يشاركني اهل كره القدم ورديه المشهد المتعلق بكره السله خوفي على القليل الباقي من روايات جميلة في لبنان كان يؤرقني منذ بدء رحلتي في البحث عن إشباع نوستالجيا طفولية تتعلق بعالم كرة السلة الذي كان في نظري صافياً راقياً منزه لكن قطع البازل بدأت تتهاوى أنطوان شويري خليني أقول لك كان يدعم كل الفرق اللبنانية almost 80 أو 70% يعني أنا بتذكر في سنة مع شانفيل قتلنا بعضنا نحن بالفاينل أو دمي فينال تاني سنة بيروح على العشاء تبع النادي تبعهم بيتبرع بمئة ألف دولار أو شيء هيك كان عم نحكي وقتها أكبر بادجت فريق 500 أو 600 ألف أو 700 ألف أن تدعم فريقاً رياضياً ففي ذلك فرصة تجارية استثمارية لكن أن تدعم كل الفرق لا يكون عندئذ الربح المادي هو الهدف أستاذ أنطوان الشواري كان عنده مشروع مشروع كبير لا يعمل الرياضة باتجاه معين زعيم حر بآرائه وبتصرفاته قلنا ما نجح يمكن مدامته قالت لي آخر مرة ست روز أنه أنطوان دفع 90 مليون دولار على كرة السلة اللبنانية وعلى نادي الحكمة 90 مليون دولار سألت كذا شخص كمان حطوني بنفس الأرقام مشروع كبير في اتجاه معين أنفق الشويري من أجله 90 مليون دولار في الحديث عن طبيعة هذا المشروع لم يقل يوسف برجاوي كل ما في جعبته غير أن مشنتف تكلم حيث لا يجرؤ الآخرون مظبوط أنا رح جاوبك هلا لأول مرة بقوله مظبوط أنطوان الشويري الله يرحمه وقال لي إياها لألي جاوبك هلا لأول مرة بقوله مظبوط أنطوان الشويري الله يرحمه وقال لي إياها لألي إحنا هيدا الفريق هيدا بالوقت اللي كان وضع المسيحية تحت الأرض ومثل ما قلت يعني كان دكتور سمير جعجع بالحبس جنرال ميشيل عون منه هون والمسيحية محبطين إجا نادي الحكمة خلق أمل للشعب المسيحي بلبنان إيه وهو بهالنقطة كان يحب مسيحيته وكان عنده هدف انه ايه يضل هالفريق موجود ليه لانه كان يخلق امل لهالناس اللي عم تجي تحضره فعلا رئيس نادي كل لبنان السيد أنطوان شويري بريزيدا في خلفية مشروع الشويري مشروع سياسي كلام أكده لي نائب رئيس نادي الحكمة سابقاً ومدرب فريق النادي في كرة القدم في عهد الشويري إمير رستم كان نادي الحكمة هو التنفيسي بهالوقت هذا وأنا بعرف هذا الكلام ولأني كنت بقلب النادي يعني كنت نائب رئيس النادي وأنا بعرف هالأمور كلها الشويري صنع منتجاً رياضياً قابلاً للبيع
وصنع ساحة للمسيحيين يستطيعون من خلالها التعبير ومحاربة حالة الأحباط التي كانت تلف حياتهم العامة. خلاصة ليست بعيدة من واقع كنت أسمع به كثيرا في جوني. فجوني تذكر أحباطها جيدا، تذكر آخر معارك الحرب الأهلية عندما انقسم أبناؤها بين جبهتين متقابلتين في حرب القوات اللبنانية والجيش، وتذكر الوصاية السورية ونفي ميشيل عون وسجن سمير جعجع. هاي ما حدا في زيح أنا. شوفها. روى بتعرف شو بيجمعنا؟ مناطق الشرقية قضية واحدة. مناطق الشرقية منطقة واحدة. مناطق الشرقية ضيعة واحدة. فرغت الساحات المسيحية ومنعوا من التجمع والتحزب في زمن الوصاية السورية. صار في أب طماط لحتى ينعمل شيء للمسيحيين، إنه يعوضوا على المسيحيين الأشياء اللي صارت بالإحباط اللي هو بالسياسة. لم يكونوا بحاجة إلى أكثر من أب طماط ليصبح المسيحيين بريزيدان مموه ومخطط استراتيجي افتراضي وقائد ينتصر على الجبهة، والأهم ساحة يجتمعون فيها. كيف لا، ولا تزال مطبوعة في ذاكرة أحوال المسيحيين في تسعينيات القرن الماضي عندما اجتمعوا في الشوارع والساحات مرتين، مرة في استقبال البابا يوحنا بولس الثاني، ومرة في ساحات غزير والأشرفي دعما لنادي الحكمة. الأول زيارته كانت خاطفة، فيما الحكمة أخذت تجمع البطولات وتعوض بانتصاراتها زمن الهزائم. صدقني بوقت بالأوقات طلعت أنا بربي وقلت له كرمال هالعالم، كرمال صلواته، كرمال اللي ناطرينه بهالأسبوع كله سوا، ما تخيب لنا أملنا. إلي خرق طب كل الدفاع لي لاعب لفادي على ثلاث نقط بكل برودة أعصاب، طلع حط ثلاث نقط الوحيدة اللي قاله بالدورة يمكن كانت الأهم. مثل ما قال كوتش، شخص كثير عزيز علينا الأستاذ حسن نصر الله، هو اللي عم بيقوم بشغل كتير كبير، انا بوجه له تحيه وبنقول له نحن بنضل معه على طول. خي شعبنا بحب الحياه، بحب الفرح، وانا بدي اطلب هون من الوزير بيدور انه ما حدا يروح على المدرسه بكره نهار فرصه، كل العالم تقعد ببيوتها، كلها معايدين، ما راح ننام. جمعت كره السله الجماهير تهتف لزعمائها المغيبين قصرا. السياسيون في لبنان رأوا فيهم ناخبين، وفي المباريات الحساسة فرصة شعبوية، فنزلوا الملاعب لالتقاط الصور واللحاق بالركب. كلهم وقت الصورة كلهم موجودين، كلهم يعني وأرشيف، أنا عندي أرشيف مخيف بورجيك، يعني من أكبر سياسة لأصغر سياسة، لأنه نحن هون منحب نتصور، منحب التفشيخ، منحب نقول إنه نحن موجودين، يعني هذا الشيء اللي بيعجبك. الجميع اندفع إلى ملعب غزير باستثناء رئيس الحكومة وقت ذاك رفيق الحريري،
لم يكن مستغربا عندي أن يميز الحريري نفسه من سائر سياسي البلد في التسعينيات. لم أرى الحريري يوما من طراز السياسيين التقليديين. عوضا من التقاط الصور، راح ودعم ناديا آخر ليقارع الحكمة ويخلق ساحة شعبية مقابلة من دون انتهاك الخصوصية الحكموية التي شكى سطوتها كثيرون. بس انه رمز للمنطقه مثل ما الحكمه رمز للمنطقه. بتشوف انه نادي الحكمه على طول عم يستمر، يعني بيتوفى الرئيس الرئيس شويري، في غير داعمين، في داعم واثنين وثلاثه واربعه عم يجوا، فهيدا فهالانديه رمز اكثر من انه في حدا شخص وراءه. ربما من هنا لطالما سمعت بعبارة كرة السلة للمسيحيين وكرة القدم للمسلمين في لبنان. هذا الحكي بيضمن تعميم أنه كل المسيحية هيك أو كل المجتمع المسيحي هيك، أبدا مش هيك. نحن عم نحكي عن ظروف إذا بدك من 1990 لل 2000، ظروف كان فيها وضع قائم بالبلد ما حدا كان، يعني أنه والله كان جنرال عون مش بلبنان، وكان سمير جعجع بالحبس، وكان في ما يسمى بالأحباط المسيحي اللي هو حقيقي، وهذا بيأثر على خياراتهم بالرياضة وبالفنون وبالدراما بأي شيء تاني، لأنه المجتمع اللبناني هيك مركب ما فينا نتخبى أصبعنا. بالنسبة للباسكتبول تحديدا، مش انه هن بيشوفوها لعبة فوتبول انه بيشوفوها لعبة دونية ما فيهم هن يمارسوها لأنه الإسلام بيمارسوها، لا. أنا بقي هو انه مقاطعتهم للفوتبول هو جزء من مقاطعتهم للحياة اللي كانت سائدة بالبلد بعد اتفاق الطائف، كجزء من رفضهم لهذا الاتفاق بحد ذاته. الصحفي في جريدة الأخبار أحمد محسن، وهو كاتب نقدي لا يخفي ولعه الشديد بكرة القدم، له كتاب بعنوان صانع الألعاب، يسرد فيه روايات شخصية تتحدث عن تدخل السياسة في كل تفاصيل الحياة اللبنانية وخصوصا كرة القدم. أنا أصلا ما في كتير خيارات للعالم بلبنان، يعني ما لا عنا لا فن معاصر ولا بحث علمي، في خيارين للعالم، في يا انه يمشوا بمظاهرة او يروحوا يحضروا فوتبول، مع انه هذا في تبسيط شوي بس هذا الشيء حقيقي. من هذه المنطلقات يؤكد محسن ان في لبنان تبقى كرة القدم وحتى المحلية منها هي اللعبة الشعبية الاولى. اطلعت محسن على الحقائق التي سمعتها في جوني وعلى حديث قائد الحكمة سابقا إليم شنتف عن الخلفية السياسية لأنطوان الشويري وكرة السلة. هو كان في محاولة إذا بدك فترة من الفترات لتصوير الأشياء على هذا النحو، فترة من الفترات ازدهرت الباسكتبول بلبنان وصار لبنان يبين عالميا وهيك، بس هذا الشيء أكيد مش حقيقي. هذا الشيء خاصه إذا بدك بلعبة السياسة، وأهم من هيك لعبة الثقافة. إذا بدنا نستسلم لفكرة أن اللبنانيين مقسومين إسلام ومسيحية بيطلع هذا الشيء كتير مزبوط. بس مش على أساس تركبت الباسكت بلبنان بفترة من الفترات كانت فعليا؟ بلا، هي تركبت على هالأساس، وبعدين صار في محاولات إذا بدك لاستدراك هذا الوضع، انعمل فرق تانية لمناطق تانية مثل الصداقة ومثل المتحد ومثل كل هالأشياء، بس بشكل عام مش هيك بتنقاس الجماهير، مش على إذا بدك المعايير اللي هالقد لبنانوية إنه والله مسيحية عندهم لعبة والفوتبول عندهم لعبة، مش مزبوط هذا الحكي. يعني قبل كان في ريسنج والحكمة، كان في فرق، وكان إنه لا لعبة شعبية وكانوا يلعبوا. لما كان إذا بدك ترجع قبل 75 حتى، كان إذا بدك نسبة أصلا الحدي بين اللبنانيين أقل. الحرب غيرت أشياء كتير، من ضمن هالتغييرات اللي عملتها هو هذا الجرف بالرياضة، وأخذ أشكال يعني مختلفة. بعد التسعين أصلا المسيحيين كفروا عن كل شيء بلبنان، يعني إذا بدك الباسكتبول هي محاولة لعودة المسيحيين للبنانيتهم. ما عم فلسفها كتير، بس أنه بعد التسعين قطعوا الانتخابات، بعد التسعين أكبر موجة هجرة، بس أنه كشعب كعالم لا ضلوا يحبوا الفوتبول، مش مزبوط. اديني يا باش على الارض وياك عندي على الطاوله، فوت والنجمي على الملعب سيطر والامام علي فتح خيبر.
في شارع الحمراء تعرض مسرحية ليحيى جابر وزياد عيتاني، في كثير من نواحيها تنطلق من المنطلقات الثقافية والسياسية التي يتحدث عنها محسن. بيروت طريق الجديدة مسرحية تناقش كرة القدم اللبنانية اجتماعيا وسياسيا. وقبل بست ساعات من الماتش يكونوا المدرجين كلهم مليانين، جمهور النجم وجمهور الأنصار. الله حريرة طريق جديدة، الله نصر الله والضاحية كلها. هون شعبة الشياح جمهور النجم احتد. صح ولو أفيش الاستيز، أفيش نبيه بري، شيلوا الله بري نصر الله والضاحية كلها وبري. فسر لي عيتاني انحسار شعبية كرة القدم اللبنانية لدى المسيحيين بتطورات السياسية التي مرت على البلد. فقبل الحرب الأهلية كان الانقسام الكروي مطابقاً لانقسام السلطة السياسية القائم على الثنائية المسيحية الإسلامية، ليتجلى كروياً بدوربي الراسينج ممثلاً المسيحية السياسية والنجمة ممثلاً الإسلام السياسي، وذلك حتى اندلاع الحرب الأهلية. هذه الفترة الفرق اللي كانت ضمن منطقة الشرقية ما كان فيها هالبطولات الكروية أو المسيحات أو يعملوا بطولات بشكل دائم بالفوتبول، بعكس المنطقة الغربية كان في عندك دورة 16 أدار كان تحوي أكثر من فريق كبير بالدرجة الأولى، كان أوريدي اللي هو الصفا الأنصار النجمة وغيرهم، وكانت النشاطات أكثر بالكرة القدم. هلا الأنصار لأنه هو يمكن أكثر فريق بيشبه منطقة بلبنان، فأخذ طابع أول شيء منطقة أنه طريق جديد، حتى بتكوينه وهذا قلناه بالمسرحية أنه بتكوينه هو تأسس بطريق جديد، كل مراكزه ومقراته تنقلها بقلب طريق جديد، ولا كان بس لولاد طريق جديد قبل. لما صار الانقسام السني الشيعي بلبنان وبلش يظهر، فهون النجم اللي بالأغلبية الإسلامية بلش شوي يميلوا ناس للأنصار، فجأة تلاقيت جمهور بأكثرية سنية، والنجم اللي كان أساساً لكل المسلمين بقى فجأة لقيت جمهور بأكثرية شيعية. يعني لمن لا يعلم اصلا الهتافين اللي هلا بارزين بلبنان او الشعاري المنقسمين اثنين من اسمين بلبنان السنة والشيعة، الله نصر الله الضاحي كله والله حريري طريق جديدة، هول الشعارين ما قاموا بال2005 وما بعد فترة اغتيال الرئيس الحريري، لا هول الشعارين طلعوا بنص التسعينات بين النجم والأنصار. يعود عز النجم إلى ما قبل الحرب الأهلية بأكثر من عقد من الزمن، يشرح عيتاني وهو ابن منطقة طريق الجديد سببا آخر لصعود الأنصار ليستبدل ثنائي النجم راسينج بثنائي يشبه التوازن السياسي الجديد الذي أنتجته الحرب وهو نجم أنصار. هلا منطقة طريق جديدة بمنتصف الثمانينات تنقول تجردت من كل الزعامات السياسية بسبب الحرب الأهلية أو بسبب ما يعني صار بالحرب الأهلية وقتها، يعني كان في عندها مثلا تنظيم المرابطون راح، كان في عندك مثلا زعامات راح، تأيدين الصلح راح، صعب السلام راح، يعني بلشت هالزعامات تفضى. فهون تجردت منطقة طريق جديد اللي هي بتشبه كلها بعض بالانتماء كمان ذويا او العالم او هذا، تجرد كل يوم من زعاماتها السياسية وصار ممنوع لها بطريقة ما تحكي سياسي كتير، كان وقتها بفترة التواجد العسكري السوري بلبنان. فطلع فريق الأنصار اللي هو اوريدي من منطقة او ابن المنطقة واللي عامل للمنطقة يعني واللي كلهم لعبوا فيه ولاد المنطقة، طلع فريق الأنصار وبلش يبرز ببطولات. فهون لقى هالشعبية الجارفة من كل جمهور طريق جديد بأغلبية الناس من طريق جديدة وشوية ذات طابع سني يعني، فصار الأنصار بشكل الانتصار اللي ما قادرين يحققوه بمحل تاني الناس. هكذا وتدريجيا انقسم ناديان نجم والأنصار البيروتيان، واللذان يحكم العرف أن يكون رئيساهما سنيين، بين جمهور ذي أغلبية شيعية للنجم وجمهور ذي أغلبية سنية للأنصار. الأنصار بالتهدف فادي غصن بتسدد كرة داخل المرمى، جول الهدف الأول لفريق الأنصار والعرضية وفي خطورة، جول
الهدف العاشر في الدوري. يا سلام يا سلام. في منطقة سان سيمون لطالما سمع الأطفال روايات أهاليهم عن أمجاد النجمة. يظهر وثائقي فرنسي أعد نهاية الحرب الأهلية بعنوان بيروت رصاصات وكرات كيف مثل نادي النجم آخر العمائر التي لا تزال قائمة بين ركام العاصمة. سان سيمون تبقى المباراة المنتظرة مع الخصم اللدود الذي كان ولا يزال نادي الأنصار. عندك مباراة نجم الأنصار قبل الجمعة، أنت التراشق الإعلامي والجماهير والحكي يعني أنت بتفوت بمعسكر استعدادا لهالمباراة، ومن الصبح من الساعة 10 من الملعب بيمتلئ، كلها هيدي أجواء بتخلي اللاعب يقدم أفضل، وبالتالي بس اللاعب يقدم أفضل الفريق بيقدم أفضل المستوى كله بيعلى، لأنه ابن منطقة واحدة. ونحن لما طلعنا درجة أولى حاولنا نكون الند للنجمة ونعمل ديربي بيننا وبينهم، لأنه كانوا هني أشهر فريق بالمنطقة يلي نحن عايشين فيها. المواجهات لم تكن دائما برعاية الروح الرياضية. أنا أكثر شيء عم بحكي مباراة نجم أنصار، كان يصير مشاكل بين جمهور الفريقين، كان بالملعب بعض الأحيان بالتراشق وما يوصلوا بعض أو بس يخرجوا الملاعب، وأكثر الأحيان كان يكون بين الجمهور النجم والقوى الأمنية. بتذكر مرة مباراة نجم أنصار ناجي جويني، بالحكم كان بتذكر التونسي، شعر جمهور النجم إنه في ظلم تحكيمي، كان بشهر رمضان. الجيش اللبناني نزل بملاءات عرض الملعب ببرج حمود. نزل بملاءات عرض الملعب. لا تنسي لا لا تنسي لا تلعب بلدك ولا لا زين الشعب يحبكم يا مليا. لم يتطلب الأمر كبير عناء لي لأكتشف أن أنطوان شويري كرة القدم كان ذلك المغترب اللبناني المتمول الآتي من المملكة العربية السعودية إلى مجلس الوزراء والباحث عن شعبية لدخول نادي الزعامات اللبنانية السنية تحديدا. عرف رفيق الحريري جيدا طريق العبور إلى قلوب البيروتيين. كان قبل ما يجي على لبنان الحريري يبعثنا 100,000 ريال كل برمضان زكاة أو صدقة أو ما بعرف، بس صار يساعدنا أكثر لما دخل إجا على لبنان. ولكن يلي رفع النادي أستاذ سليم دياب قبل ما يجي الحريري لهون. أنا في حج كبير بالعمر بيقول لي كلمة بطريقة جديدة، بيقول لي بده يعمل رئيس حكومة بلبنان. طبعا رئيس حكومة هو المنصب السني الأكبر بلبنان، ما ممكن يعمل رئيس حكومة إذا ما تعلقت صورته على ساحة الملعب البلدي بطريقة جديدة. دائما السياسيين بيستغلوا ظروف، هذه بكل بلاد العالم. حالة الحب لنادي الأنصار بهذيك الفترة هي منطقة الملعب بلدي طريق جديدة. الموجة اجت وحضرها وقطفها الرئيس. طبعا اي واحد تاني بمحله حيعمل نفس الشيء. في مفتي حسن خالد بالثمانينات كمان بعز الحرب عمل صلاة العيد بملعب بلدي، 60,000 واحد إجا صلى بالملعب. قرر الحريري أن يصنع لكرة القدم أحلاماً، فوجد الأمين العام لاتحاد اللعبة رهيف علامي أنصارياً مقرباً إلى رئيس نادي الأنصار سليم دياب الذي يكون صديقاً للحريري. وكان من اجتماع الثلاثة الصعود الصاروخي للأنصار الذي تمكن من الفوز ببطولة لبنان لأحد عشر عاماً متتالياً. البطولة المرة 11 على التوالي، وكأس لبنان المرة الثانية، إنجاز كبير لهالفريق.
غير أن الاتهامات بدأت تكال للثلاثة. اللي صار بهالفترة هاي أنه كان في متهم وحيد أنه رئيف علامي هو اللي عمل أمجاد الأنصار. طب ليش ما بنقول أنه والله الأستاذ سليم دياب دافع بين 30 و 40 مليون دولار؟ مش كل الأحيان، بعض الأحيان كان محمي، وهذا برأيي يعني هذا يعني أنا أكيد منه وكانت واضحة الأمور. هذا ما بيعني أنه نحن ما كنا الفرق الثاني كانت مؤثرة يعني، بس برجع بقول لك الأنصار عم يشتغل على مستوى عالي، كان ممنوع أنه يتفاجأ هذا الفريق. أنا كان في دعم من أنا برأيي من الحكام يعني بهذيك الفترة. إذا بنرجع بنقول بهذيك الفترة كان في دعم من الحكام، في دعم يمكن وهذه الحكام هي وراها الاتحاد أو وهالاتحاد وراها سلطة سياسية، فبالتالي كل هذه كان الأنصار ما يستفيد منها بهذيك الفترة. وبرجع بقول لك ما عم بقلل من شأن أهمية هذا الفريق. في ناس قالوا رهيف علامة أنصاري. مزبوط. ساهم ومساعد الأنصاري. مزبوط. يا خي أخذنا كل إحنا البطولات كلها هو رهيف علامة عطانا إياها كتير منيح. لما يجي كانوا جابوا 3-4 مدربين أجانب ياخذوا منتخبات، ياخذوا 11 لعيب من الأنصار. شو نمرة واحد. نمرة اثنين، لما كنا نلعب برا، لما نربح نحن من بطل الخليج ونربح من بطل آسيا ونربح من برا، رايف علامي كان يربحنا برا. هذا الذي يبدو اليوم نقاشا كان في أواخر تسعينيات القرن الماضي صراعا بدأ خفيا وأصبح عاصفة هوجاء مع ظهور رجل له من السطوة والشخصية والمال والإعلام ما جعله يقرر مواجهة اتحاد كرة القدم ممثلا في أمينه العام رهيف علامي، ومن خلفه سطوة رفيق الحريري على عالم كرة القدم. من غيره البريزيدان أنطوان الشويري قرر دخول عالم كرة القدم. أحب من كل قلبي أن يكون معنا صديقي ورفيق نضالي الصديق الأستاذ أنطوان شويري. تحالف رئيس نادي الحكم أنطوان شويري مع رئيس نادي النجم عمر غندور، وراحا يعدان العدة لفرض أمر واقع على الأمين العام لاتحاد كرة القدم رهيف علامي، فإما الرضوخ لشراكة جديدة في اللعبة وإما الرحيل. شويري فات على الفوتبول ليعمل مشكل بالفوتبول. مشكل شو؟ مشكل ضد رهيف علامي. رهيف علامي شو كان الفوتبول. شو كانت مشكلته؟ كان في ناس تجي هلا بتقول أنا بقول لك لا 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 أنا بقول لك تقبرني. أنا بقول لك رهيف هو مسيطر على الفوتبول، شويري بده يجي ياخذ الفوتبول منه. بال2001 كانت محاولة للعودة إلى اللعبة للانتزاع، يعني ما كان في محاولة للمساعدة بوقتها، كان في محاولة يا أنا يا أنت، يعني مشان هيك يعني ما وصلت لنا لمحل يعني، وكون الطرفين يعني عزيزين علي وما بريد إني يعني ما بدي فوت بخلاف قول هذا معه حق ولا هيداك ما معه حق، ولكن هذه المحاولة الثانية كان في تكتل أندية، يعني حكمة نجمة صفا وعدد من الأندية معهم، بس هني هاو بالطليعة كمان ضد كان بوقتها بوجه الاتحاد. يعني ما في واحد بلبنان بيقدر يعمل زعيم على لبنان لأنه تشكيلته هيك، بيقدر يعمل زعيم على منطقته أو طائفته، ممكن يحبوه الثانية بس ما بيقدر يعمل زعيم عليهم. ليش؟ لأنه نحن ما عايشين لبنانياً، عايشين من بالنسبة للطائف، عايشين هلأ كنا بالأول دينياً، هلأ صرنا طائفياً، هلأ مذهبياً، هلأ شارعياً. يعني ليك عم نحكي بكل صراحة، يعني ثورة 85 بالفوتبول في ناس بعضهم هلأ مش عابدين ومش سكتين عليها، يعني ناطرين أي فرصة ليرجع يقلبوا المعادلة. مسيحة مسلم. إيه يعني بالأول كان، يمكن لما قلت لك آخر مرة أنا كنت بالاتحاد بال83 واستقلنا بال85 كان الستة مسيحية وثلاثة إسلام. هلأ بالوضع الحالي هلأ من 2005 لهلأ عم يكونوا 4 مسيحية و7 إسلام مع رئيس مسيحي وأمين عام درزي. أصبح الصراع شعبياً، فترى أعلاماً لنادي النجم في مباريات الحكم في كرة السلة،
في مقابل ظهور أعلام النادي الرياضي لكرة السلة في مباريات الأنصار في كرة القدم. فادي الخطيب فادي اللي نعرفه عم يشجع جمهور، عم يشجع النجم فادي كمان بده يروح عند الجمهور يحتفل، يعني شو بدي خبركم. وصلت الأمور إلى إشكال كبير في أحد اللقاءات ناديي الحكمة التابع للشويري والأنصار المقرب إلى علامة، عندما أصر الأخير على تحديد موعد المباراة يوم رأس السنة الميلادية، والتي اعتبرها نادي الحكمة استهدافا له في يوم يعتبره عيدا رسميا. ما كان يعني هذه الأعياد يلي مثلا نحن بطقوسنا كمسيحيين انه تجتمع العائلة مع بعضها بتسهر وبدأ تاني يوم، يعني ما في كان، وعلما انه نحن ولا مرة كان يصير في اكتراث يعني لهالامور هيدي، يعني هيدي بترجع كمان للي بيكون موجود بالاتحاد بيمثل هذا هالأندية أنديتنا، انه هو لازم هو يوقف ويقول بالاتحاد يلفت النظر اذا كانت هيدا الشيء غير مقصود، واذا كان مقصود كمان لازم يكون عنده موقف ويقول لا هيدا بهالايام هيدي بهالمواعيد هاي هيدا ما بيمشي هالبرنامج هيك، لازم يصير في يا قبل السهره، يعني نهار اللي بيصير فيه سهره مش نهار العيد، لانه نهار العيد بيكون في قبله العائله بتجتمع مع بعضها وتسهر. يلي عم تحكي هذا يمكن صح، بس كمان كنا نحن نلعب برمضان وصايمين ونلعب بعيد الفطر، بس بتقول لي انه ما تحاربه مبلا، بس عليك ما حاربه بقول لك مبلا، يعني ما هو انه يابا انه هو بريء. الحرب بين الجهتين ادت الى اشكال كبير على ارض ملعب بيروت البلدي، ادى الى وقوع احد مناصري جمهور الحكمة عن مدرجات الجمهور ومقتله في ظروف ملتبسة. لحد هلا مش عارف التفاصيل، يعني ما كله تركيبي، انا كنت هون ويلي ضربونا انا كنت قاعد هنيك تحت، انا قاعد كان جمهور الحكمة وراي، ويلي وقع هو ورفيقاته، ويلي جابوهم بالبوسطة ليعملوا المشكل بالبوسطات، هون جاي يعمل مشكل. لدى سؤال جمال الحاج عن تلك المرحلة كان جوابه يوحي وكأن موازين القوى في الصراع هذا كانت متعادلة حتى اللحظة. أنا برأيي تحولت أنه صرنا نشوف أنه الأنصار هاي الكنز الخضر حتحمل كأس الدوري بكرة القدم، هاي الكنز الخضر حتحمل كأس الدوري بكرة السلة. قبل ما يبلش الدوري كنتوا تكونوا عارفين لا هي ما تحول، مثل ما بقولوا مثل واحد كأنه أسمى، يعني هذا أنا دعم حاول أوصل لك إياه، كأنه قاسمت خلص إنه الحكم راح على كرة السلة، وبرأيي أنا كمان المفروض ما عندي كتير خبرة بكرة السلة، المفروض لقد دعم أو لقى حاله هناك ليحرز البطولات، لأنه ما قادر هون، ومثل يعني شو بدي أسمي لك إياه، إنه خلص الكرة السلة الحكم الفضول للأنصار، يعني وأنا برأيي بلبنان كله بيتقاسموا الجبنة، يعني يمكن يوصل قرار سياسي إنه خلص أنت لك كرة القدم أنا إلي إلي باسكت البول، ولعله بعض الأحيان وما بحب أقولها هالكلمة يمكن كتير كنت أسمعها بالشارع إنه يا خي كرة القدم للإسلام وكرة السلة للمسيحيين. مع فوز النجم ببطولة لبنان لكرة القدم عام 2000 نظم رئيس النادي احتفالا شعبيا كبيرا للنادي، كان ضيفه الخاص الشويري الذي أعلن الحرب المفتوحة. إن كان النجم ربح البطولة السنة والحكمة ما قدروا دحرجوه لتحت، المعركة مكملة وما رح نوقف إلا ما ناخد كل حقوقنا إلا بالفطبول يصير مثل ما بدكم انتو. في ظرف سياسي كان الحريري في غمار معركة سياسية شرسة مع رئيس الجمهورية وقت ذاك إميل لحود، أصبح حضور الأخير إلى مدرجات الحكمة له مبرر إضافي زيادة على الاستعراض الجماهيري، كما أن حفاوة الاستقبال له من قبل الشويري والمؤسسة اللبنانية للإرسال التي كانت إلى جانب الشويري في معاركه أيضا أصبحت أكثر قابلية للفهم. نيران الحرب المفتوحة بين الشويري والحريري
وصلت إلى كرة السلة مع تزايد الإشكالات بين ناديي الحكمة والرياضي. قلناه نص ساعة سكر السكور شيت وانفتح وما اعترضنا. لشو ينزلوا بالتمثيلية كلها سوا؟ السيد محمد المشنوق كان عم بيقول انه حسب القانون الدولي مفروض اللاعبين يلي ضربوا يعملوا ديسكاليفيكي. انا ما بعرفه لمحمد صحافي كبير ومدير عام جيد جدا واديب والى ما هنالك. لحد هلا تعرفت على محمد المشنوق حكم دولي. خلي محمد المشنوق يروح يعلم القانون للفيفا. شرفك خلصنا بقى نقول القانون بيقول هيك. كان عندنا مفتي اسمه جودت شاكر صار في مفتي تاني اسمه محمد المشنوق بالباسكتبول. خلصنا بقى اتحاد الدول الاتحاد هو حكام دوليين بيعملوا شو لازم يعملوا. موازين القوى بقيت متعادلة، ففي معركة كهذه لم يكن كافيا الاستنجاد برئيس مشغول بمعارك جمة لاستعادة صلاحياته المفقودة. مع تحول طبيعة النظام السياسي اللبناني من الثنائية المسيحية الإسلامية إلى الثنائية السنية الشيعية، لم تحسم معركة إطاحة اتحاد رهيف علامي إلا بانضمام رئيس نادي التضامن صور علي أحمد ومعه بقية أندية الجنوب ومن خلفهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى حلف الشويري غندور. أتت انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وأمام تبدل موازين القوى دراماتيكي أوعز الحرير لرئيس نادي الأنصار سليم دياب التصويت لمصلحة مرشح تحالف غندور الشويري أحمد وهو هاشم حيدر، غير أن اعتراف الحريري بالهزيمة في المعركة لم يكن إلا استعداداً للانقلاب الأكبر. في عام 2003 وعوضا من خوض معركة الاتحاد من جديد، خاض الحريري معركة رئاسة نادي النجمة ليطيح رئيسه التاريخي عمر غندور ويخلفه نجل الحريري بهاء. ضلك بكرامتك يا حاج، ما حدا بيقرب على كرامتك يا حاج، ما حدا بيحتك بجيبك، ما حدا بيشرطك، ما حدا بيقول لك شو بدك تعمل يا حاج، انت ابونا، احنا ما بنسمح نترك لحالك ابدا. كل هذه المعارك ومحاولة الشويري دخول عالم كرة القدم من بابها العريض لم تبدل شيئا في حقائق جوني. تبقى هنا النظرة أن كرة السلة للمسيحيين وكرة القدم للمسلمين. لكن وعلى الرغم من الخلافات والإشكالات الكثيرة في كرة القدم وكرة السلة، فقد بقيت اللعبتان حتى عام 2005 تؤديان وظيفتهما كساحتين رئيسيتين للتنفيس والتعبير عن الولاءات الطائفية والمذهبية المكبوتة. أنا ما بعتبر المدرجات بتنفيسه، شو في كلمة أكثر من تنفيسه؟ شو في كلمة أكثر؟ أقوى. هي تعبير عن الشعور الداخلي الداخلي فيك، اتطلع هون ومن دون ما تخاف. نعم يلي قلته مزبوط وأكتر. أنا من 90 لل 2005 كان في جو سياسي سائد بالبلد، إذا بدك نايمي في الصراعات اللي بتاخد شكل، يعني نايمي هاي الصراعات اللي بتاخد شكل مذهبي بس هي موجودة فعلا. ملعب الفوتبول كان محل تنفس، يعني محل تنفس هذا الشعار بإطار كان مضبوط، كان في ضابط إذا بدك للحياة السياسية كلها بالبلد، هو يعني أنه كانوا سويين هون، كانت الوصاية السوية هي ضابطة كل هاللعبة بالبلد، وبنفس الوقت كان هذا مضبوط على المدرجات، يعني المدرجات محكومة بالشيء إذا بدك بالجو السياسي العام، وهذا الشيء عالمي بالمناسبة مش بس بلبنان. في غضون أشهر قليلة بين نهاية عام 2004 ومطلع عام 2005 غادر كل من قطبي الخلاف السابق عالم الرياضة نهائيا. أنطوان شويري استقال من منصبه كرئيس لنادي الحكمة وقرر الابتعاد عن كرة السلة نهائيا، ورفيق الحريري ابتعد قصرا عن الحياة في الاغتيال
ذي المفعول السياسي الأكبر في التاريخ المعاصر للبنان منذ ذلك الحين، وعلى إيقاع التشنجات السياسية سارت الرياضة في لبنان. كنا عم نلعب لبنان مع الكويت بملعب البلدي بالألفين وخمسة ستة، كنا عم نلعب نحن مع بالألفين وستة مش الألفين وخمسة، بالألفين وستة تحديدا عم مستقبلين الكويت بالملعب البلدي، المدرج اللي بالوش كله مليان وعم يصرخ لبنان، ونزل حمى الفريق واستقبال رائع للمنتخب الوطني، وبلحظة من اللحظات شرقتت وانقسم الجمهور، واضطر الجيش يفوت يفصل بين هذا الجمهور اللي كان كله على المنتخب لأنه التهوا ببعضهم الجمهور، هذا بسب مرجعية هذا وهذا بسب مرجعية هذاك للأسف. ذلك كما حصل لجمهور نادي النجم مع فريق البحريني. مع فريق البحرين جمهور النجم انقسم مع بعض واللاعب انقسموا مع بعض كمان بضمن الحقل الطائفي والمذهبي الموجود. جمهور النجم هو بنفسه هو بنفسه انقسموا اثنين بعد مذكر هون، اذا صار هون كانوا قاعدين وانا كنت قاعد هون، صار الانقسام هون، في ثلاث اربع لعيبه من الملعب اعترضوا بده يطلعوا من الملعب لرجعوا عدوا الجمهور لروقوا له لعبوا. خلفية سن شيعي كمان؟ أنت خلفية سن شيعي يمكن سبعة وثمانية شو اسمها 8 و14 والهتافات السياسية البغيضة والشتائم الغير مقبولة والغير أخلاقية بأي شخص اللي كان يعني مش مقبولة. ما كان من اتحاد كرة القدم مع ازدياد الأحداث الأمنية في البلاد إلا أن اتخذ قراراً منع الجمهور منه من حضور المباريات، وهو قرار لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا. في كرة السلة أيضاً منذ عام 2005 أصبح من النادر جداً أن تنتهي بطولة بشكل طبيعي، تارة يعتدى على لاعبي النادي الرياضي وطوراً على لاعبي شانفيل أو الحكمة، يمنع الجمهور من حضور مباريات. الاتحاد الدولي لكرة السلة يمنع الاتحاد اللبناني من المشاركات الدولية بسبب التدخلات السياسية، وبطولة لا تنتهي. في كرة القدم كما في كرة السلة الانهيار أصبح واضحا منذ عام 2005. وأنا ما بفهم ليش منع الجماهير هون، هذا السؤال. قديش أنا يعني أمراض بعض الأحيان بتخاف تقول لا إنه والله ممكن بعض الأحيان في معهم حق، الوضع البلد ما بيحمل، القوى الأمنية عندها معلومات كذا، طب بعض الأحيان كمان تقول ليش قرار منع الجماهير ثابت؟ يعني بظاهرها هي أسباب أمنية، مزبوط إنه أنت عم بتحط كمية من الناس المشحونين أو المختلفين مع بعض بمحل يعني قابل لأنه يسبب انفجار بيناتهم، هذا الظاهر. بس باطن الموضوع إنه اللي أخذ هذا القرار هو بالأساس وظيفته يمنع هذا الشيء، يعني في له أبعاد سقفية الموضوع، إنه اللبنانية حتى رافضين الاعتراف حتى على مستوى السلطات اللي هي يعني إذا بدك مخولة تالنا الاعتراف، يعني ما عنا دولة نحن وما قادرين نعمل أمن وما بدنا نعمل أمن، هيك عم بيقولوا لك. كان يبقى بعز الحرب كان يبقى في 5 أو 6 عسكر سوريين موجودين بملعب مكتظ بالعالم
ما في واحد كان يعتدي على الثاني. وهذا الشيء اللي بيأسفني أنا كلبناني، لأنه كانوا حازمين وما يتهاونوا مع حدا، يقدروا يضبطوا الجماهير وخمسة ستة أنجأ معه عصاية. بس كمان الجمهور لازم يتسقف يا خي، ما بيصير كمان الجمهور يروح يحضر مباراة فوتبول بس ليسب مرجعيات دينية أو سياسية بالبلد أكثر من أنه يحضر الماتش. ليك العلة مش من سبور، العلة من السياسية. وأنا مرة كان في عندي حفل تكريم، كان في سياسية كتير قعدت، كان في عندي كلمة يعني اختصرت كلمتي بشغلة واحدة بس، وجهت لهم كلمة للسياسية، قلت لهم بليز حلوا عن اللعبة، عن جد حلوا عنا. بكل فريق في مسلم ومسيحي، وبكل فريق في سني وشيعي، وبكل فريق في ماروني وروم، بكل فريق في عدة طوايف عم تلعب بقلبه. فالعالم ما تفهم هالشي، السياسية عم بيجوا بينموا 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 بعقول هالشباب، لا تجي عم تترجم بأرض الملعب. هذا شيء غلط كتير، لأنه البوليتكس وين ما فاتت خربتها. خليني أقول لك إياها من الآخر، ولا سياسي بحب التاني، ولا طرف بحب التاني، لا المسيحي بحب المسيحي اللي هو. لنعتبر إذا في تنافس سياسي بيكون في تنافس، الأفضل يربح، بينما في كره بين بعضهم، أوكي؟ والأحزاب التاني في كره بين بعضها. خليني أقول لك إياها من الآخر، نحن بهالبلد ما خرجنا رياضة، وقرفت سبور أنا من وراء مرحلة الحكمة. يعني نحن اللي عملنا الرياضة بلبنان وخلينا يعرفوا العالم أنه في رياضة، قرفونا وظهرونا منها، مش بس أنا. إذا بدك تفوت على وظيفة بالدولة بدك تكون مدعوم، إذا أنت كنت من هالطايفة بدك تكون مدعوم من رئيس الطايفة، من هالزعيم. إذا كنت بهيدي وين ما كان بالرياضة، نحن بالاتحاد عندك أعضاء الاتحاد 13 أربعة اللي هني. إذا كنت عيب نحكي بهاللغة يعني، بس إذا كنت من هالطائفة لازم تكون مدعوم من هيدا، إذا كنت من هالطائفة لازم تكون مدعوم من هيدا، إذا كنت من هالطائفة مدعوم من هيدا. إذا منك مدعوم من حدا ما بتوصل قد ما تكون كفوء. بيعملوا انتخابات اتحاد، أنا نص أعضاء الاتحاد مش شايفهم وما بعرفهم. ليه؟ لأنه الكتائب بدهم يسموا، والقوات بدهم يسموا، حزب الله بده يسموا، حركة أمل بدها تسموا. يا خيي شو دخلكم أنتم بشيء اسمه باسكتبول؟ يا خيي كيف مثلا أشخاص مثل ياسر الحاج او بولس بشاره او الي نصر او الي فواز او جاسم انصو او 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 بيقعدوا برا وبيجونا ناس لحامين وما بعرف مين، وشو لكم شو دخلكم؟ ما من هون خدها انت، انه من هون تركيبه لوقه صارت قصه. هلا ما بقى قصه واحد، صارت قصه بابازيات، وصارت قصه ما بقى في التفكير المزبوط لهالنادي. الجميع ينعى أحوال الرياضة بعد السطوة السياسية على كل شيء في البلاد منذ عام 2005، يبقى أبلغهم تعبيراً عدنان الشرقي. أنت درست بالتاريخ، نحن إمتى أخذنا استقلالنا؟ لم نحن لما أخذنا استقلالنا ما تخانقنا مع بعض؟ ليش؟ تعرف ليش؟ قلت له شو؟ ليش؟ لما جينا بدنا نعمل دولة لبنان ما تخانقنا مع بعض المسلمين المسيحية؟ ليش؟ ايه بعرفه يعني. ايه ناس كان بدها ما بدها استقلال، تعتبر انضمام لسوريا، وناس بدها تبقى مع الفرنساوية، ناس بدهم يروحوا مع سوريا وناس بدهم يروحوا مع الفرنساوية. عشان الوطن يعني قبل ما ناخذوا استقلالنا نحن وهيك. ما في يوم يعني هيدال الإقطاعيين ورؤساء الموال والمسؤولين عندنا كذا كذا ما حببونا بالوطن، حببونا بحالهم. نحن لما كنا بالمدرسة انت ما حتعرفنا، مشينا بمظاهرة ميشيل لومومبا قتل بالكونغو، شو بدنا من لومومبا نحن؟ تعرف لومومبا انت سامع فيه؟ قتلوا البلجيكية لأنه هنيك في ماس عندهم عمل ثورة وساعدوا عبد الناصر، عمل رئيس وزارة راحوا قتلوه، عملنا مظاهرة ضده.
عملنا 20 سنة حرب، مين وحدة ظهر كرمالنا وبعدنا لحد الله. معلش ومنطقة هيدي بتدرس تاريخ شكال، ومنطقة هيدي بتدرس تاريخ شكال، ما تقول لي لا، مزبوط. وهون بيعلموا بالعربي وهنيك بيعلموا بالفرنسي. لك نحن هنا كل واحد عايش لحاله، كل شارع عايش بجمهورية لحاله، ما بينطال حاليا إلا الضعيف يلي ما له ظهر. قول لي لا، تأكل كاف وبيتشكوا عليك بيحبسوك إليك وبيتركوا يلي ضربك كاف. قول لي لا، قول لي لا، لك قول لي لا. كيف السياسة بلبنان؟ كيف؟ فوتبول ما استنساخ، هو ذات الصورة. ولو ما الطائفية ولو ما السياسة، ما في نادي معه ظلم وما في فوتبول، ما في فوتبول. يعزو كثيرون تردي أحوال كرة القدم إلى تردي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، غير أنه إلى جانب التطورات السياسية طرأ تحول في طبيعة الحياة السياسية اللبنانية منذ ذلك التاريخ. فمنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصبحت السياسة في لبنان استقطابية وجماهيرية على نحو لم تشهده في تاريخها. كل حدث يرافقه تحرك شعبي ومواكب سيارة واعتصامات وتظاهرات، وعند كل إطلالة تلفزيونية يتسمر اللبنانيون ويطلق الرصاص وتقطع الشوارع. بدنا مصحة مجلس النيابي بالشارع، نحن ما بدنا إلا سعد الحريري. وتبوس إيد الشباب ما حدا يقوس. عرفت إنه أطلق النار الآن، إذا هني لم يرتجعوا أنا أخذت قرار رح بعلم الآن على اللبنانيين، خليه يكون الأول بالموضوع. لم يعد السياسيون الذين كانوا وراء دعم الفرق الرياضية بحثاً عن منصة لاستقطاب الجماهير بحاجة إلى هذه الوسيلة من التعبير السياسي غير المباشر. لا داعي إلى تشجيع الأنصار أو الرياضي لتكون مع تيار المستقبل وتهتف باسم رئيسه. لا داعي إن كنت مع حزب الله أو حركة أمل أن تنتظر مباراة النجم أو العهد. والخلاف العوني القواتي الذي دخل في عقده الثالث أصبحت له ساحات غير مدرجات كرة السلة، الساحة بعد عام 2005 للمواجهة السياسية المباشرة، والنجوم بعد 2005 الذين تتحلق حولهم الجماهير هم السياسيون أنفسهم. في الذكرى 35 على اندلاع الحرب الأهلية لم يكن اختيار السياسيين أن يلعبوا مباراة كرة قدم فيما بينهم اعتباطياً، هذه المباراة هي البطاقة الحمراء في وجه كل اللاعبين الآخرين وهي طردهم من أرض الملعب. من الآن وصاعداً لا حاجة إلى نجوم نجير شعبيتهم لمصلحتنا، يقول هؤلاء. من الآن وصاعداً لا نجوم في الملعب سوانا. بضحكوا علينا وعلى حاله، لا على اني عارفين عم تضحكوا علينا. حيحبسونا حبيبي ما مزبوط.